وتعالوا نعمل الوصفه الحلوه دي. ننزل مقاديرها مع بعض. عندي العيش الجميل اللي احنا هنعمله سوا مع بعض ده، البتنجان تسلم ايديكم وعينيكم، شايفين جميل ازاي. عندنا بقى هنستخدم دقيق الشوفان ودقيق القمح الكامل الحب، عشان ايه؟ نبقى استفدنا منه. وهناخد كمان بذور الكتان وحبه البركه ومعلقه كبيره من الخميره الفوريه ومعلقه صغيره من الملح واربع كوبايات ميه على حسب نوع الدقيق اللي حضراتكم هتستخدموه. انا هستخدم الدقيق الشوفان، دقيق القمح الحبه الكامله. طيب علشان بس نظبط المقادير الميه، احنا هنقول الميه ايه واحنا بنحطها تدريجية، وده افضل عشان نتحكم فيها. لكن واحنا شغالين هقول لحضراتكم الايه التفاصيل. بصوا بقى، ده دقيق القمح الحبه الكامله، ماشي الكلام اهو. عايزه اقول لكم الفرق بينه وبين الدقيق العادي انه اليافه اكتر، لان هو لسه بتميل الحبه الى الايه اللون بتاعها الحقيقي، ففي فيتامينز اكتر. بصوا، في طبعا بي 1 وبي 2، في فوليك اسيد وبيعالج الامساك مهم، وبيحسس بالشبع، بيقعد لفترات طويله فالمعده نحس بالشبع اهو. هاخد بقى بذور الكتان عشان نبقى احنا اخدنا حاجه اكثر فايده يعني، وعندي شويه من حبه البركه. بذره الكتان دي المعلقه الواحده فيها تقريبا 55 سعر، وفيها الياف حلوه قوي بتحمي الجسم من السموم، وكربوهيدرات بتعالج الامساك، وفيها اوميجا 3. تخيلوا، هاخد كده رشه ملح، وهي كمان من الحاجات اللي بتقلل مستوى الكوليسترول في الدم، تحافظ على الشعر والتساقط. في ناس بتحب يعني تطحنها وتحطها على الشعر. بصوا بقى، هناخد كده بس ما نكترش، خلوا بالكم لان هي كمان يعني مش محببه للسيدات الحوامل. تعالوا بقى كده ايه نجرب الفيشه هنا، حط بس الفيشه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه بسم الله. ايوه نقلب بس مكونات الجافه، وناخد بقى الميه. انا بفضل الميه تبقى فاتره، وهقول لحضراتكم ليه. دايما دقيق القمح ودقيق الشوفان ياخد نسبه سوائل اكتر شويه. بالنسبه لي انا لازم اخلي العجينه اجربها انها ما تشققش، عشان هي دي نجاحها. يعني ايه بالذات في نوع الدقيق ده، فهو بي 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 ساعات بيخدعنا شويه. فنخلينا بس لحد ما اوري حضراتكم ملمسها ازاي. بسم الله، هنصب شويه شويه. نسبة السوائل فيه أعلى من الدقيق الأبيض. عايزة أقول لكم أصل عيش الشوفان ده أو خبز الشوفان ده من فنلندا، من كتير قوي، من سنين طويلة قوي، أكتر من 100 سنة، وبرضه اتنقل لنا عن طريق تبادل الثقافات، التجارة بين الشعوب وبعدها السفر. وعايزة أقول لكم هو مفيد جدا لمرضى السكر، لأنه بينظم نسبة السكر في الدم وبيدي طاقة وحلو جدا. بصوا بقى، هنبدأ نقلب كده تقليبة كويسة. عايزة أقول لكم الشوفان ده من الحاجات اللي بتعمل سكراب رائع للبشرة، بالذات الناس اللي عايزة تتخلص من الجلد الزيادة. وفي ناس كمان بتحطه على الزبادي ومعلقة عسل وتروح بيه الساونا، يعني تقعد بيه وبعدين تبدأ تفركه في الجسم ويتعمل بيه ماسك رائع، حتى للعرايس بيعملوا بيه كده. تعالوا بس إيه نقلب تقليبة حلوة كده. لازم يخمر. هوري حضراتكم بقى اول ما بقى عجينه كده، خلينا نشوف الملمس. بسم الله، بصوا الملمس ده لسه خشن، يعني هيستوعب ميه تاني عنده. بصوا عامل ازاي. فانا هحطه، اول ما هتسيبوه بس يبدا يتحط في البوله هتلاقوه نشف. لا هزوده شويه، ما تخافوش. كل ما بيشرب الميه
مش لدرجه انه يلين يعني، كل ما هيديكوا نتيجه احسن. خلاص انا هحط برده نقطه كده واحنا شغالين، وهوريكم بقى اللي خمرت بعد ساعه بس عشان تبقوا عارفين قوام العجين. بسم الله. الحله بتاعه نفس العجان نطفت ازاي وهو بدا ياخد اهو شكل العجينه. تعالوا بقى اوريه لحضراتكم. ايوه هو كده. خلاص بسم الله هاخد كده مفروض معلقه كده يعني. بصوا بيبقى بيلزق سنه، ما تخافوش عادي ده طبيعي هينشف كل ده، مش هيبدا بيلزق بعد كده. بس شايفين العجينه طريه ازاي، بندوس مش بتشقق، ده المهم. خلاص لازم اسيبها تخمر، فخليني بقى احط كده نقطه من الزيت، زيت زيتون نقطه واحده، وهعمل كده 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 وهغطي عليه في الكلانفل وهسيبه ساعه لازم علشان ايه، علشان يخمر كويس. وهوري حضراتكم بعد ما بيخمر اهو كده، هوريكم شكله عبر ما انا ايه اروح اهو هغطي دي بقى ممكن بده، ونسيب ده بقى في مكان دافي كده او على الرخامه، احنا في الحر يعني هيخمر على طول. وبصوا بقى اللي خمر اهو، بصوا اهو هنفرد بقى واحنا شغالين اهو، وهقطع منه كور على قد الايه. بصوا بقى العجينه كمان بعد ما خمر بيبان لو نشفت زياده او بتتكسر او بتشقق يعني، هي كده تمام. يلا انا بقى هقطع منه حتت وابدا افرد، وهستسمح حضراتكم عقبال ما افرد كده حجم الرغيف اهو. وهفرده برضو على دي شوفان، هستسمحكم في استراحه صغيره ونرجع نستكمل باقي الحلقه بتاعتنا. ورجعنا لحضراتكم مره تانية. بصوا انا فردت رغيفين كده بالسمك كده، يعني مش كبير، سمك متوسط. وهنبدا بقى بسخن طاسه كويسه على النار تسخن قوي قوي، وبعدين اعمل فيها العيش. بصوا شكله جميل ازاي، جميل جدا ومغذي جدا. وبعدين هننفض بقى، انا حطيت فردت على شويه دقيق شوفان، احنا هننفض الدقيق كده عشان ايه ما يتحرقش في الطاسه، عشان لما اجي احط الرغيف الثاني ما يدينيش لون ايه غامق عليه. وعقبال ما الطاسه بقى تسخن ونعمل العيش ده، تعالوا ننزل وصفه لطيفه سهله كده. في ناس بتحب تعمل ساعات حاجات سهلة وبسيطة في البيت مقرمشة، زي لقمة القاضي وزي بلح الشام والحاجات الحلوة دي، طبعا غير اللي طلبته مننا كارلا هنعمله طبعا. لكن هنعمل وصفة كده لطيفة سهلة مختلفة، حاجات الناس اللي بتحب الحاجات اللي تنزل في العسل كده. طيب في لفائف كده، لفائف العسل حاجة بنرولها كده رول تبقى لطيفة. تعالوا نشوف المقادير بتاعتها ونبدأ إن إيه نشتغل فيها، أعمل العجينة وأسيبها ترتاح قبل ما نخبز العيش. عندي دول 2 بيضة، وعندي معلقة كبيرة من السكر، وعندي معلقة صغيرة من الفانيليا، وعندي ربع كوباية لبن، وعندي معلقة كبيرة من الصودا. الصودا دي صودا المشروب اللي بنشربه، صودا مش بيكنج صودا. وعندي كوباية ونص من الدقيق تقريبا يعني 300 جرام، وعندي رشة ملح وزيت للقل. الشربات كوباية وربع سكر على كوباية إلا ربع مية، واللي عايز يحط كوباية وربع الكوباية وربع يبقى خفيف ماشي، صية مش محتاجة شربات تقيل قوي زي لقمة القاضي ولا بلح الشام. عصرة نص ليمونة، وممكن اللي عايز يضيف معلقة عسل أبيض أو معلقة من العسل الجلوكوز برضه هتبقى حلوة قوي، هتمنع تسكيرة الشربات. طيب تعالوا بقى بسم الله، أنا بسخن الطاسة هنا. طيب هنا بقى هحط، بما انه بقى الموضوع جميل، هاخد كده البيض والسكر في بولة علو كده، هناخد البيض والسكر هنخلط الحاجات دي. بس انا ايه هطمن الاول ان البيض سليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه بيضة، البيضة التانية. طبعا البيض ده من الحاجات اللي بتدعم المناعه وبيدي احساس بالشبع كويس،
حطه كتير مع سلطات وحاجات بديل البروتين طبعا الحيواني، لانه في الاخر ممكن ما ناكلش حاجات تقيله فيها لحوم، بس البيض يعوض. بسم الله، حط البيضتين والسكر، وعندي شويه ملح، شويه اسفه لبن، هنخلط بس الخليط ده الاول مع بعض. بسم الله، واحط هنا الدقيق عليه ذره ملح، والطاسه هنا تمام سخنت، هنزل فيها العيش ذره ملح، خلي دي. بسم الله، وهنا زيت عشان القلب، نقلب الخليط ده كده مع بعض، وبعدين العجينة دي هتلاقوها يعني عجينة كويسة متماسكة. بسم الله الرحمن الرحيم، وإيه وننزل كده. بسم الله، الريحة بتاعت الإيه، نقلب تقليبة حلوة. والصودا، معلقة الصودا بس، نخلط العجينة كويس لحد ما العجان ينضف. تعالوا نبص كده على العجينة، بصوا جميلة ازاي، الله، بصوا عجينة حلوة قوي. تعالوا كده اهي، ايه دي العجينة، حلو الكلام. هنسيبها بس ترتاح شوية صغيرة قبل ما احنا نخلص الايه العيش اللي معانا ده، هسيبها ترتاح هنا وهغطيها طبعا. بسم الله، ممكن نعمل كمان كور صغيره منها هتبقى الطف، عشان بس انضف الايه الكاونتر قدامي اهي، حبه صغيرين كده، وهسيبها هنا. الشربات نقدر نعمله ونسيبه في اي وقت حضراتكم عايزين تستخدموه. العيش ده من الحاجات الرائعة، وممكن كمان ندخل واحد الفرن بيبقى روعة، أهم حاجة ننفضه، يعني إيه كده، ننفض الرغيف ونريحه. ليه؟ علشان يعني ينزل من عليه ويريح كده أهو. على الإيه؟ آه شغلت على الزيت يا حبايبي، خلاص. بصراحة الرغيف مشبع وجميل بجد وريحته حلوة، بصوا إحنا مطلعين منهم وهم شوية بس رائع بصراحة. تعالوا بقى نشيل ده، ننظف كده الكاونتر علشان ايه العيش، بصوا جميل، ولسه اللي هيطلع معانا اجمل كمان. نفضل نقلبه كده يمين وشمال علشان، وزي ما قلت الطاسة لو فيها بواقي من الدقيق مثلا واقعة هنمسحها، علشان لما احط الرغيف التاني ما الدقيق ده مع السخونية كتير بيتحرق، فيروح مدي لون غامق للرغيف اللي انا هحطه بعدها اهو. ونقدر ندخلها الفرن برضو.